اليوم احنا في يوم احتفالي، لكن مش احتفالي فقط، على خاطر على هامش الاحتفالات هذه تبع برنامج ثري منهم الاهتمام بشيء من الفضاء. الحاجة الثانية، تونس توا قاعدة تشتغل مع وزارة التعليم العالي ومع وزارة ذات الصلة لأحداث هيكل يعنى بالفضاء بصفة عامة، وخاصة الاستعمالات نتاعه. النقطة الثانية باش نركزوا على التكوين، طبيعة الحال إذا كان نحبوا احنا نستعملوا مزايا تقنيات الفضاء لازمنا التكوين، دونك هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة هي تخص أنه باش ندعموا البحث العلمي، خاطر المجال هذا في العالم الكل هو يتطور، هو عالم ميدان تكنولوجي مربوط بالبحث والابتكار.